أهلا، في فيديو اليوم راح أشارككم ألذ طريقة لكعكة التمر. كعكة التمر بصوص التوفي اللذيذ استخدمت فيها قدر الضغط الكهربائي. الطريقة جدا سهلة وجدا سريعة، ضروري تجربونها. بالبداية راح نحتاج لثلاث أرباع كوب موية مغلية، نضيف عليها من 8 إلى 10 حبات تمر مشدول. إذا مو متوفر عندكم التمر المشدول ممكن تستخدمون أي نوع عندكم. نقطع صغار ونضيفها للموية. نضيف 3/4 ملعقة شاي بيكنج سودا، نصف ملعقة شاي فانيلا سايلة. نقلب المقادير زين ونخليها على جنب. بصحن ثاني راح نضيف كوب وربع دقيق، ملعقة شاي بيكنج باودر، وربع ملعقة شاي ملح. نحرك المقادير الجافة مع بعض زين ونتركها على جنب. بصحن عميق راح نضيف 3/4 كوب سكر، 85 جرام زبدة ذايبة. نقلب المقادير زين، نضيف عليهم بيضتين، نخلطهم لما تتجانس معانا المقادير زين، وبعدها راح نضيف المقادير الجافة. آخر شيء راح نضيف خليط التمر والموية ونقلبها زين لما تطلع معانا بهذا القوام. والوصفتنا اللذيذة اليوم راح استخدم قدر الضغط الكهربائي منهم أليك قصر الأواني. في البداية راح أحط ورق الزبدة، نضيف خليط الكيك، ونشغل القدر. راح ياخذ تقريبا معانا من 18 إلى 24 دقيقة. بعد ما نطلع البخار راح نتأكد أن الكيكة استوت عندنا باستخدام العود. عند التقديم راح نقلب الكيكة بصحن التقديم ونزينها بصوص التوفي اللي هو عبارة عن 3/4 كوب سكر بني غامق، إصبع زبدة، ونصف كوب كريمة، ورشة ملح. نقلب المقادير كلها زين على النار لمدة 5 دقائق وخلصنا. زينوها بالشكل اللي انتو تحبونه، أنا هنا زينتها بالفستق وباللوز وبالورد وخلصنا. الوصفة جدا سهلة وجدا سريعة، ضروري تجربونها. شوفوا كيف الكيكة طرية معاي ولذيذة. وبالعافية عليكم يا رب. اللي ما يحبون قطع التمر وتكون واضحة بالكيك ممكن تضيفون خليط الموية والتمر لخلاط الكاز، راح ياخذ معاكم من دقيقة إلى دقيقتين، وبعدها تضيفون الباقي المقادير. إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا وصفتنا اللذيذة اليوم. لا تنسون اللايك، اشتراك بالقناة، وتفعيل الجرس، وتابعوني بحسابي بسناب شات وحسابي بإنستغرام، وأشوفكم بوصفات جاية إن شاء الله.